ان شاء الله نكونوا مع مباراه كندا ان شاء الله حتى هي تكون مباراه ايجابيه وهكذا نكونوا سالنا الربع النهائي ان شاء الله. هنا مبروك السعوديه وعشان الملك وتحيه للجماهير المغربيه ان شاء الله. سالوا 10 على 10 بوعد كنا نؤمن على الروح القتاليه ديالهم وما عندنا ما نقولوا. تبارك الله عليهم على المدرب الكراكي ان شاء الله حتى هو فرحونا بزاف فرحونا بزاف فرحوا هادشي كامل اللي هنا اللي كتشوف نشجعوا المنتخب المغربي ديالنا اللي خاض مقابله مع منتخب بلجيكي والحمد لله ما خايبش الظن ديالنا وباقي ان شاء الله كنتمنوا له التوفيق في المقابله القادمه مع منتخب كندا وان شاء الله يكون خير. وعليكم كنشكروا الجماهير المغربيه ارض الوطن وخارج ارض الوطن وكنوجه تحيه للاعبين على القتاليه ديالهم وكنشكروا كندير انتصار لسيدنا. عاش المغرب هاني المغرب سلام. كنشكر المغرب بزاف لحقاش عطى مجهود ما كناش كنتوقعوا بانه غادي يدير جوج لزيرو. كنوجه الشكر للركراكي والفريق وكنتمنوا الحكيم الشفاء. اللعابه اليوم فرحونا بزاف كنا كنتوقعوا هذا الفوز هذا. شكرا لعبوا الند للند البلجيكا وكنا كنستاهلوا نربحوا. شكرا لهم بزاف وشكرا كافير ميلاد كانت الاجواء رائعه هنايا. شكرا شكرا.